يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع ونشر الأناشيد الحماسية الجهادية وكذلك؟ لا، هذه أغاني ما يجوز بيعها، ما يجوز بيع الأناشيد الجماعية. أما بيع القصيدة المسجلة التي فيها فائدة، قصيدة مسجلة فيها فائدة، هذا شيء طيب. نعم. وكذلك ما تفعله بعض المدارس أثناء الحصص، حصص النشاط، حيث يقومون بعرض أشرطة الفيديو التي تعرض صور التدريبات الجهادية في أفغانستان والشيشان على الطلاب. هذا ممنوع، هذا ممنوع، فعليكم أن تبلغوا وزارة التربية والتعليم، هذا ممنوع عرض هذه الأشياء والتدريبات، هذا معناه تعليم للطلاب على الأسلحة وعلى، وهذا فيه خطر.